وسط حالة من الفرح والحبور، شارك حوالي 800 طفل سوري في ناد صيفي أقامته كنيسة القديس فرانسيس للاتين في حلب في محاولة للخروج من أجواء الحرب الأهلية وإعادة البسمة إلى الأطفال الذين عانوا كثيراً أمام مشاهد العنف والدمار. بتشكر الكل على كل شيء قدمه النادي الصيفي بسنين الحرب حتى يدخلوا الفرح قلوبنا. كنيسة دعتني مشان أساعد الأولاد نلعب سوا، وصلنا يعني بعد كم سنة حرب وضرب وقذايف وبلا صوت، يعني حاسة إنها كثير حلوة، وبتمنى يعني أساوي شيء للأولاد ينبسطوا فيه. ومع عودة الهدوء النسبي إلى حلب الشابة وتحت شعار رح لون حياتي مع يسوع، تحلق الأطفال بفرح غامر حول الأب إبراهيم الصباغ كائن رعية اللاتين في حلب، شاعرين بالأمان من حولي، معانقين له ومتشبثين بقلبي الذي يتسع لهم جميعهم. النادي الصيفي عم نشتغل، كنا أول سنتين عم نشتغل تحت الحرب والقصف، وكانت وضع كتير صعب، كانت طلعتنا من البيوت صعبة شوي، بس الحمد لله هاي السنة إن شاء الله تكون هيك نبقى بخير وسلام. وفي قاعة للرسم كانت ابتسامات الأطفال المحتجبة خلف سحابة من الحزن الشديد تختلط بين الحين والآخر مع ألوانهم التي غدت تتألق من جديد، وكانت رسوماتهم الجدارية تعكس رغبة طفولية في اللقاء مع يسوع. وأنا بحب هون حصة الحلويات والموسيقى، وهي الترتيلة تعلمناها بحصة الموسيقى، هي إن شاء الله القمحة اللي انزرعت بقلوبنا، إن شاء الله القمحة اللي انزرعت بقلوبنا موتوا ترجع وتساهر مع حافي، صلى الناس المنشوفهم بدروبنا يتلاقوا بوشك فينا يا ربي. نحن هلا هون بحصة الرقص عم نعلم الأولاد الرقص، عم نغير شكل بهالنشاطات من بعد الحرب. كما عاش الأطفال لحظات غير مألوفة مع الراهبات والمشرفين والمشرفات على النادي الصيفي، فرقص الجميع في مشهد يؤكد على روح التحدي لحالة البؤس والإصرار على الحياة بروح القيامة.